جرد دقيق للمنتوج الوطني وتقييم المعطيات المتعلقة بالميزان التجاري ودراسة الآليات والتدابير الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني هي محاور كبرى ناقشها الوزير الأول خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى لضبط الواردات، وكان التركيز على تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية. تبع للتوجيهات وتوجيهات والنظرة الإشرافية للسيد رئيس الجمهورية، إن أعطى أوامر للقطاع الحكومي صفاً قال للحكومة أنه يكون التنسيق التام والكامل بين القطاعات لضبط الإيرادات الحقيقية التي تعتمد عليها الجزائر، حتى لا يكون اختلال في الميزان التجاري الذي أصبح تعطى معطيات مغالطة وما ينجموش نبنوا عليه الميزانية الحقيقة التي تخدم الدولة الجزائرية. تحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجيات السوق الوطني وتسريع الرقمنة وإعداد نظام الإحصائي للنسيج الصناعي. الدولة الجزائرية عرفت تأخرا في الرقمنة، لهذا السيد رئيس الجمهورية دار محافظة سامية للرقمنة على مستوى رئاسة الجمهورية للإلحاح وضبط أنه كل القطاعات الحكومية تكون بالرقمنة، وزيادة إذا كانت الرقمنة في القطاع الصناعي، القطاع الصناعي هو بديل عن المحروقات، بديل على القطاع الفلاحي والصناعي، لا مفر منه، لازم يكون إعطاء معطيات حقيقة وفق الرقمنة حتى يتم ضبط الإيرادات الدولية الجزائرية حقيقية ويكون التنسيق بين هذه القطاعات. سياسة التجارة الخارجية مطالبة اليوم بالتوفيق بين ضبط الواردات وتوفير حاجيات السوق من أجل حماية المنتوج الوطني لحلوله محل الواردات، فلا مجال لتضخيم الفواتير واستيراد الخردة.